لما بنيجي نبص على مبنى كبير موجود قدامنا، اول فكره بتيجي في اذهاننا ان المبنى ده اكيد ما اتوجدش كده في يوم وليله. اكيد المبنى دوت كان فكره او تصميم في الاول في ذهن المهندس، والتصميم ده طلع في شكل لوحه، وبعد كده اللوحه دي اترجمت في شكل تنفيذ، وجابوا طوب واسمنت ومسلح وحديد و الى اخره، وبعد كده اتشطب المبنى ده عشان يطلع بالشكل اللي قدامنا ده. ده بالضبط نفس الطريقه اللي احنا لازم نبص بيها على الكتاب المقدس. الكتاب ما توجدش كده من البداية، لكن الكتاب في الأول كان عبارة عن أفكار أو عبارة عن تصميمات في ذهن الكتبة اللي كتبوه، فابتدوا إن هم يجيبوا الإقلام والريش بتاعتهم ويوصفوا ويعبروا عن الأفكار اللي كانت موجودة في أذهانهم في شكل كتابة. هما بيعبروا، استخدموا جمل، استخدموا كلمات، استخدموا ألفاظ كانت معروفة ومألوفة للناس اللي كانت بتسمع وبتقرأ الكلمات دي في الوقت اللي هم كتبوه. بالنسبة لنا احنا بنعيش على مسافة زمنية بعيدة عنهم بشكل كبير جدا. يعني مثلا بيننا وبين موسى حوالي تقريبا 3500 سنة، وبيننا وبين يوحنا حوالي 2000 سنة. موسى هو أول من كتب في الكتاب المقدس، ويوحنا هو آخر من كتب في الكتاب المقدس، فبيننا وبينهم فجوة زمنية كبيرة جدا. فأكيد في الوقت اللي هم كانوا بيكتبوا فيه دوت كانوا بيتكلموا لغات مختلفة عننا تماما، كانوا بيتكلموا بألفاظ احنا مش متعودين عليها، وكان في تعبيرات سايدة في الوقت دوت ومنتشرة احنا يمكن ما سمعناش عنها او ما عندناش فكرة بيها. ده بيخلينا لما نيجي نقرأ الكتاب المقدس نكون حذرين جدا في فهم وترجمة الألفاظ اللي قدامنا. فاحنا اول حاجة مش بنتعامل مع النص الأصلي للكتاب المقدس، احنا بنتعامل مع نص مترجم، ترجم من اللغات الأصلية اللي كتب بها الكتاب المقدس، سواء العبري للعهد القديم واليوناني للعهد الجديد. فده يخليني لازم احط في بالي وفي اعتباري ان النص اللي قدامي مش هو النص الاصلي اللي كتبه الكاتب. طب هل معنى كده ان ده نص محرف؟ اطلاق، ده نص مش محرف ولكنه نص مترجم، واي شخص بيترجم نصوص معينه بيترجمها بشكل تفسيري مش بشكل حرفي 100%. طب اعمل ايه؟ انا دلوقتي قدام مشكله كبيره، انا لا اعرف عبري ولا اعرف يوناني، وانت كده بتقفلها في وشي. نشكر الله ان احنا في القرن 21 ان ربنا حط على قلوب بعض الناس ان هم يترجموا الكتاب المقدس باكتر من طريقه. فعندنا مثلا في العربي حوالي 5 ترجمات، ترجمات رائعه جدا ينفع ان احنا نحطها جنب بعض، وينفع نحطها مع بعض عشان خاطر نوصل لاوضح فهم لنصوص الكتاب المقدس. فعندنا مثلا الترجمه اللي بين ايدينا متعودين نقراها، وهي ترجمه سميث فان دايك، وهي موجوده بقالها اكتر من 150 سنه. العربي بتاعها قديم شويه ولكنها ترجمه أمينة جدا للنص الأصلي. ظهر بعديها الترجمة العربية المشتركة وترجمة كتاب الحياة، وكمان ترجمة الكتاب الشريف، وكمان الترجمة اليسوعية. الخمس ترجمات دول كلهم اترجموا من اللغة الأصلية اللي كتب بيها الكتاب المقدس. ينفع ان احنا نحطهم جنب بعض ونقرأ الآيات بالمقارنة بينهم وبين بعضهم. نشكر ربنا كمان عندنا أبليكيشنز على الموبايل، أو أبليكيشنز كمان للناس اللي بتستخدم لابتوب أو جهاز كمبيوتر، ينفع نحط الترجمات جنب بعضيها ونقارن بينهم عشان نوصل لأفضل فهم للنصوص. النقطة الثانية اللي هتساعدنا نفهم الكتاب المقدس أكتر، نحن نشوف ترجمة بعض الكلمات اللي كتبت الوحي قصدوا إن هم يستخدموها. فمثلا يوحنا في بداية إنجيله بيستخدم بكثرة جدا كلمة اللوغوس، الكلمة، فيقول مثلا في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ليه يا يوحنا قررت إنك توصف الرب يسوع المسيح بكلمة اللوغوس؟ لما نرجع للوقت اللي يوحنا كتب فيه الإنجيل بتاعه نعرف إنه في الوقت ده كان منتشر ثقافة أو فلسفة اسمها الفلسفة الهيلينية أو الفكر الهيليني، وكان بيقول إنه في لوغوس أو في كلمة أو في منطق منتشر في العالم بيمثل الحكمة الإلهية، وهذا المنطق موجود في العالم كله. فيوحنا الرسول قرر إنه هو يستعير هذا اللفظ وينحت تعبير جديد يوصف به شخص الرب يسوع المسيح. لما بفهم الخلفية التاريخية لاستخدام الكلمة في الوقت ده، ده بيوفر عليا كتير جدا في فهم النص بالكامل، ويقول لي ان يوحنا كان عايز يخاطب العالم في الوقت دوت باللغه اللي هم يفهموها. لما اجي كمان اشوف واحد زي بولس الرسول بيستخدم كتير جدا في رسائله لفظه الاعمال، والاقي واحد زي يعقوب الرسول في رسالته بيستخدم الاعمال، ولكن بولس بيستخدمها بصوره سلبيه ويعقوب بيستخدمها بصوره ايجابيه، وده خلى الناس تقول انه بولس بيناقض يعقوب. فهل فعلا في تناقض بينهم؟ ابدا. لما اقرا رسائل بولس بعرف ان بولس بيتكلم على الاعمال بشكل سلبي، لانه بيتكلم على الاعمال الانسانيه اللي الانسان كان بيعملها اعتقادا منه انه ممكن يكفر بيها عن خطاياه وسيئاته ويتقرب منها الى الله،
فبكده يقدر يستغنى عن عمل المسيح الكفاري. ولكن يعقوب كان بيتكلم على الأعمال اللي بتنتج من الإيمان بالله، اللي هي السلوك العملي في الحياة العملية. فاللفظين رغم ان هما متشابهين وزي بعض بالظبط، بولس بيستخدم الأعمال ويعقوب بيستخدم الأعمال، لكن قصد بولس بيختلف تماما عن قصد يعقوب. أشجعك الوقت الجاي وانت بتقرأ الكتاب المقدس ارجع لكذا ترجمة، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما تلاقي كاتب معين بيستخدم لفظة بكسرة، اعرف ايه الهدف او ايه اللي وراء استخدام اللفظة دي او الكلمة دي. اكيد هو كان عايز يوصل فكرة معينة لجمهور القراء الاولين.